تجمع لهذه المدينة من خصوصية تاريخية وحضارية ودينية وتاريخية. افتتحنا عدد من المدارس اللي هي خاصة في تأهيلها من قبل السيد المحافظ، وكذلك أشرفنا أيضا بعض المدارس اللي هي على الأمن القضائي خاصة في الوزارة. هناك حملة كبرى في عملية بناء المدارس من قبل السيد المحافظ وكذلك من قبل مشروع الوزارة رقم واحد، ولدينا أيضا تأهيل مدارس كبيرة من قبل السيد المحافظ وكذلك من المديرية العامة لتربية صلاح الدين. العملية مستمرة الحمد لله، وجدنا هناك اهتمام كبير في الواقع التربوي تشهد له أبناء هذه المدينة من قبل الحكومة المحلية متمثلة بالسيد القيم مقام وقسم التربية والسيد نائب المحافظ لشؤون الخدمات والسيد مدير عام تربية صلاح الدين، والحمد لله يعني الأمور جيدة فيما يخص التربية في محافظة سامراء في مدينة سامراء.